حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الكويت الخبير الاقتصادي محمد الطراح. أستاذ محمد، مساء الخير وأهلا بك في نشرة أخبار الثامنة في تلفزيون البحرين. المملكة العربية السعودية تجدد التأكيد على قيادتها للأمة وسعيها لإحلال الأمن والاستقرار فيها ومساعدتها أيضا ومساعدة دولها وشعوبها. كيف تقرأ ما جاء في البيان الختامي لاجتماع مكة الرباعي والذي تضمن تقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية وانعكاس ذلك على الأردن الشقيق وما يمر به من أوضاع اقتصادية صعبة؟ أولا أهلا وسهلا في تلفزيون البحرين ومستمعي ومشاهدي. طبعا لا يسعنا إلا أن نشكر المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات الشقيقة في هذا المجال، ولا يعني نستغرب أن دور المملكة في المجال العربي والإسلامي والخليجي لهي سباقة في هذه الأمور لحزمة الدول العربية والخليجية في مساعدتها. ونحن نقرأ ما جرى في هذه الحزمة لمساعدة المملكة الأردنية طبعا، ونعرف أن المملكة الأردنية مواردها قليلة تقريبا وعليها أعباء كثيرة من نازحين تقريبا سوريين، أخوان سوريين تقريبا مليونين، ونصف مليون عربي يقيم فيها. فهذه يعني الضائقة المالية التي تمر بها المملكة شعرت بها الدول الثلاث الشقيقة المجتمعة في مكة المكرمة في هذه الأيام المباركة في العشر الأواخر من رمضان. وهذه الحزمة التي تمثلت في 2.5 مليار من مساعدة في البنك الدولي لضمان البنك الأردني وكذلك ضمان لمصلحة الأردن في البنك المركزي لها، والخمسة سنوات كما نقرأ هي ضمان إلى ميزانية الأردن السنوية المقرة السنوية بمساعدتها بأعباء الميزانية ودفع الرواتب للموظفين وأعباء الميزانية بحذافيرها. وهذا لا نستغرب دور المملكة وكذلك الدول الثلاث بمساعدة الأردن الشقيق والدول العربية كذلك. وباركت هذه وبارك هذا كله دولة مصر الشقيقة الجمهورية العربية المصرية. فهذه هي تقريبا هي بوادر من خادم الحرمين الشريفين وكذلك من دولة الكويت الشقيقة ممثلة في صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وكذلك نائب رئيس الدولة في الإمارات الشقيقة الشيخ محمد بن راشد الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظهم الله جميعا. فهذه هي المبادرات العربية لا نستغرب عليها في إحساس هذه الدول وممثلة في المملكة الشقيقة عند أن يحس الدولة عندما تحس المملكة أن هناك ضائقة مالية في أي دولة عربية أو خليجية كذلك تقوم بمساعدة هذه الدول جميعا في تخطي الأعباء المالية. وهو ليس بمستغرب على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون أيضا من الكويت. الخبير الاقتصادي محمد الطراح، شكرا جزيلا لك.